قدوميها قرب كدلن يرده حسبك معارض كوداني محمد صديق دمي وهليان قدومي كحجان كقرب كاسي أفين كقرب كدلن يرده يحقيها عياره حسبك وداني يحبنا كل دون وتر بدن أي كرميري جوبها كل دون كسعته قاعد شد كارك عاد بحنتي قبل كنمرودتش كارهن عفدة عمل دقح أنت كرمير ككوس ميني نوح وكر جلان جوبها كل دون لقى قاعد كارك عاد بحنتي يجو مسؤولين تي جوبها سن وحكة ويدية سد وسعته أوشن كار قيبينتا شقوا عم بها إنسان كرمير بعد يكونني لو حس بيجي وداني بعمر نهاي هذه نود مهسنتين وحنا رجينا إن أي سقول إنه قدر ما تو أو أي رئيس ومال لنا كارك وضقاتان وحنا سو تشيدينينا كل شيء الجبل كمرود جه إني كارك قاتان ما دام هو هي كارك مستقبل كوج عتك إجوان كوك قارية قارهان اللي يرده وحنا مرينا فرين هلكن إن أي كارك قاتان جوبه واديار كوميشن كي واديار لأن يريد يجمع عضو هو ديار ولا نديس جعيرنا لله يدفع استراحة وشاقرة. عم بيمانتها جوان قلنا توقع بلا بنتي جودهان دقمة أنكر مركز أصلاً وحوي عن دتك واحد قاعد قلنا دقمة ده يحنا قاتان كاركا وأحكا حكومة يا مستقبل كودا يو أدي جيدو بلشو وحن لنا هي قاتا قاتا هكاف سامينا انت هاي سعطو جوان قلنا تو إن شقد نسيدي لو ذي بيصعتها حنا نجا مخلدنا قادتك نسيف عن ويصعدان kayuga iyo askarti dhamaan wada saxanta xoolo naga ma khaldana markay soo dhamaatay kormeerka ay ku soo sameeyeen goobahaasi waxay masuuliyiinta garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani kula hadleen xafiiska xisbigaasi ee xaafada Axmed Dhagax iyagoo ka warbixiyay waxa ay ku soo arkeen goobahaasi bulshada gobolka Marooda Jeexna ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta iyagoo ka hadleen waxay raahdeen kan had ku aragtaan dhamaan garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo kormeer ku soo kala bixiyay أنا أحمد دجاح كود كسوة مرنائي قبل كي مرودة جاه يدوغ مويون كيسا أنغو بوغاني حافيسيادي اي كسعوتي كار قيبنتو إما كار قيبنتو واحو سعوتا سوو عم بيو سعوتا حافيسيادان مرانا سوو عم بيو سعوتا واحن فريا دالي يرد جا مرودة سومال لان كارهانا لبدا قبل اي كسعوتا دوان قلنتو توقدير يا مرودة جاه ني كار كسوة عنو قاتان ساكا رنتي annagu ka degmada ahaan masuuliyiintii degmada annagu ah waxaanu kormeernay 22 degmo isku jira degmada Axmed Dhagax iyo 23 May runtii si fiican bay uga bilaabantay waxooga caqabada ba jiray dadka waxad mooda runtii sida goobaha loo jabiyay inaanay ahayn sida ugu macquulsanayd ee loo kala jabiyay oo dadka in la daalinayaad moodaayo meelo kale fogfog laga geeyay meelahi ugu dhawaa aan lagu saleynin in loo geeyo oo goobtii ugu xigtay baan runtii marka goob la jabiyay in goobta ugu xigta la geeyay laakiin waxad mooda dad badan in meelo fogfog loo diray Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.